بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. أحبائي طلاب الصف الأول متوسط، سوف نتكلم اليوم عن الأشكال المتشابهة. المفردات، سوف نتكلم عن الأشكال المتشابهة، الأضلاع المتناظرة، الزوايا المتناظرة، القياس غير المباشر. تسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه أشكالا متشابهة. فالمثلث ألف باء جيم أدناه يشابه المثلث سين صاد عين، وبالرموز نكتب ألف باء جيم يشابه سين صاد عين. الأضلاع المتناظرة هنا ألف باء يناظر الضلع سين صاد، والضلع ألف جيم يناظر الضلع سين عين، والضلع باء جيم يناظر الضلع صاد عين. والزوايا، الزوايا المتناظرة هي الزاوية باء تناظر الزاوية صاد، والزاوية ألف تناظر الزاوية سين، والزاوية جيم تناظر الزاوية عين. إذن أضلاع متناظرة وزوايا متناظرة، ونستطيع أن نحسبها من هذه العبارة، نسميهم عبارة التشابه. الزاوية ألف تناظر الزاوية سين، والزاوية باء تناظر الزاوية صاد، والزاوية جيم تناظر الزاوية عين، والضلع ألف باء يناظر الضلع سين صاد، والضلع باء جيم يناظر الضلع صاد عين، والضلع ألف جيم يناظر الضلع سين عين. إذن هذه، لاحظ كما أسلفت قبل قليل، الأضلاع المتناظرة ألف باء على دالها، والضلع باء جيم على هاء واو، والضلع ألف جيم على دال واو. هذه الأضلاع المتناظرة نسميها متناسبة، الزوايا المتناظرة متطابقة. إذن الزاوية ألف تطابق الزاوية دال، والزاوية باء تطابق الزاوية هاء، والزاوية جيم تطابق الزاوية واو. إذن حتى يكون المضلعين أو المثلثين متشابهان، فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة والزوايا المتناظرة متطابقة. إذن الأضلاع المتناظرة متناسبة لها نفس النسبة، والزوايا المتناظرة متطابقة. أي الأشكال شبه المنحرف الآتي يشابه شبه المنحرف المقابل؟ نلاحظ أن الهاء واو على طاء فاء، فأربعة على ستة بالتبسيط اثنين على ثلاث. الضلع الثاني 12 على 14 بالتبسيط 6 على 7، هل هما نفس النسبة؟ لا، إذن غير متشابهين. شبه المنحرف سين رأس عين صاد، إذن عين 4 على 3 الأول، النسبة الثانية 12 على 9 بالتبسيط 4 على 3، نلاحظ أن لهما نفس النسبة وبالتالي متشابهات. شبه المنحرف كاف نون ميم لام 4 على 5، الثاني 12 على 10 بالتبسيط 6 على 5، ليس لهما نفس النسبة، إذن الأضلاع غير متناسبة فهما غير متشابهة. أي المثلثات الآتية مثلثة واو؟ ستة على ثمانية بالتبسيط تساوي ثلاث على أربعة، ستة على ثمانية تساوي بالتبسيط ثلاث على أربعة، 15 على 20 بالتبسيط تساوي 3 على 4، إذن لهما نفس نسبة التشابه وهما متشابهان. المثلث الثاني، لاحظ 6 على
أربعة بالتبسيط تساوي 3 على 2، 15 على 12 بالتبسيط تساوي 5 على 4، إذن النسبة ليست نفسها فهما غير متشابهان. المثلث الأخير نلاحظ أنه 6 على 3 تساوي 2 و15 على 6 بالتبسيط تساوي 5 على 2، النسبة ليست نفسها وبالتالي فهما غير متشابهان. إجابة قياسات الأضلاع في المثلثات المتشابهة. فلدينا مثلثين لام ميم نون يشابه عين سين صاد. إذا لاحظ من هذه عبارة التشابه نكتب التناسب، نكتب لام نون، لام نون لأنه هنا ستة على لام نون على عين صاد، عين صاد، إذا عين صاد اللي هي 18 يساوي ميم نون، ميم نون على سين صاد. إذا كتبنا هذا التناسب من عبارة التشابه. نعوض، إذا لام نون 6 وعين صاد 18 وميم نون 4 وصاد سين نكتبها ألف. إذا الطرفين في الوسطين، 6 ضرب ألف تساوي 18 ضرب 4، 6 ألف تساوي 72 قسم على 6 ألف تساوي 12، إذا سين صاد تساوي 12. الآخر من عبارة التشابه نكتب ألف باء على واو هاء تساوي ألف جيم، ألف جيم على واو دال، لا نعتمد على الشكل ولكن من عبارة التشابه. إذا نعوض، ألف باء 28 واو هاء 4، واو هاء 4، ألف جيم هي المطلوب حساب قياسها على واو دال، واو دال 3. إذا الطرفين في الوسطين، 4 ألف جيم تساوي 28 ضرب 3 نقسم على 4، الجواب 21. في الصورة هذه نستطيع أن نحلها بطريقتين، نقول الطول على الطول يساوي الظل على الظل، أو كما هو حال في الكتاب سين هو الارتفاع على 19، ارتفاع الشجرة على ظلها يساوي ارتفاع النافورة إلى ظلها. الطرفين في الوسطين، إذا يصبح طول الشجرة 26.3 متر. إذا كما أسلفت نستطيع أن نقول، نستطيع أن نقول أنه عرض على عرض يساوي طول على طول. إذا 4 على 2 يساوي 5 على سين، الطرفين في الوسطين، 4 سين تساوي 10 نقسم على 4 تصبح سين تساوي 2.5. أي مستطيل مما يأتي يشابه المستطيل المجاور؟ نلاحظ أنه المستطيل الأول مثلا 2 على 16 واحد على 8، نلاحظ 2 على 16 تساوي 1 على 8 بالتبسيط، إذا هي هاي النسبة الصحيحة لو طبقناها على كل المثلثات لا تزبط، إذا الإجابة باء. أخيرا، أي معادلة ما تنتج عن استعمال حاصل ضرب التبادل؟ نقول 15 ضرب ميم يساوي 12 ضرب 6، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.